من هذه الخصوصيات وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الفرق بين سمع واستمع كبير جداً. أنت حينما تجلس وتأتي بمسجلة وتضع شريط وجلست لتستمع هذا شيء، إن كنت تمشي في الطريق ووصل إلى أذنك صوت ما من مذياع أو من شخص هذا سماع، فالسماع غير مقصود، أما الاستماع مقصود لذاته. أيها الإخوة، الدقة البالغة أن الإنصات يعني التطبيق. لنجيب مثل بسيط، يعني إنسان واقف بشكل طبيعي أمامه صديقه، فقال له الصديق: على كتفك عقرب. الآن دقيق، لو أن هذا الذي على كتفه العقرب بقي هادئاً مرتاحاً، فلما سمع هذه الكلمة قال له: شكراً لك على هذه الملاحظة، وأرجو الله أن يمكنني أن أكافئك عليها. هل تعتقدون أنه فهم ماذا قال له؟ لو أنه فهم ماذا قال له لقفز وخلع معطفه وصاح. العقرب لدغتها قاتلة أحياناً، فلذلك لأنه بقي هادئ ما تحرك ولا خلع معطفه ولا اضطرب، معنى ذلك لم يستمع. علامة استماعك الحقيقي الانفعال، وعلامة الانفعال الحقيقي الحركة. كلام خطير، متعلق بمصيرك، متعلق بسلامتك، متعلق بسعادتك، لا تتأثر؟ هنا المشكلة. يعني أصغوا إلى آياته وترجموها إلى سلوك. قال لك: غض بصرك، غض بصرك، فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، لا يغتب بعضكم بعضاً، لا تغتب أخاك. هذا المعنى الدقيق لكلمة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، أي طبقوا ما فيه. مثلاً قرأت آية فيها أمر، هل ائتمرت بما أمر الله؟ قرأت آية فيها نهي، هل انتهيت عما نهى عنه الله؟ قرأت آية فيها وصف لأهل الجنة، قرأت آية فيها وصف لأهل الجنة، هل تسعى إلى الجنة؟ قرأت آية فيها وصف لأهل النار، هل تفر من النار ولو بشق تمرة؟ قرأت آية فيها وصف لأمة سلفت عصت ربها فأهلكها الله، هل اتعظت بها؟ قرأت آية فيها من آيات الكون، هل تفكرت بها؟ التدبر أن تأخذ موقف من الآية. فمن يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. مع الله عز وجل في افتقار، كلما ازددت افتقاراً له رفعك وأعلى قدرك ورفع ذكرك، أعلى شأنك، هابك أعداؤك بل خدمك أعداؤك، وكلما استعليت على طاعته أذلك الله. مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح.